شلونها كانت الرحلة؟ أي قصيدة مو غزلية من الواقع تعتبر دموع الرجال معيبة؟ حتى الحجر وهو الحجر ينبت ورود والناس ما تحمل من الطيب درب. برأيك الشاعر يستحق أن يكون مغرور؟ أنا ما أمر مرور الكرام، أبقى في ذاكرة التاريخ كشاعر. كانك تعبت من الحنين، أنا تعبت من الجروح. الله، شف لك طريق من الاثنين. يقولون اليوم أرد أتعامل ويا حامل زيد، أحسب حساب شنو؟ يعني علي قال من الشعراء اللي لفتوا انتباهك في الفترة الأخيرة. الحنظل فاهي ممرور تليجفون، بلبل ديرتي لو غرد يعيبون. قد ما احفظ بعض قصائدي تلقاني احفظ قصائد الشعراء ثاني. ما تعرف ان كل شاعر يهم في كل واد وانهم دايم يقولون ما لا يفعلون. والله صح. كان لو قلت بنساك وانكرت الوداد والله اني ما نسيتك ولا هم يحزنون. الله 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 الله.